مشاهدينا رح نبلش البرنامج الصباحي نحكي عن واحد من المعارض يلي عم بتصير بلبنان ونعرف اكثر تفاصيل مع الفنانه التشكيليه هدى البعلبكي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ معرض فولو ذا دريمر. نعم. اي حلم عم تلحقي هدى بهيدا المعرض؟ الحقيقه هو حلم، يعني كلنا عم نفتش عنه، هو حلم السعاده، هو حلم الراحه، هو حلم كل شيء حلو بالحياه. الاحلام هي الخطط او البلانز اللي نحن بنحطها وعلى اساسها بنتحرك نحو المستقبل. هل هو هي الحلم يلي كلنا بنلجأ له لنهرب من الواقع تبعنا؟ 100%، لانه اذا كان الواقع غير مرضي فالخيال مرتع خصب ظهر باله. 100%. هدى، اليوم قبل ما نحكي عن المعرض ونفوت اكثر بتفاصيله ونعرف اكثر شو هي اللوحات اللي محطوطه فيه، يعني انت كان في كذا تيار جذبك بالبدايات لا توصلي وتخلص تقرري انه هيدا الحلم تبعي، هيدي احلامي يلي انا بدي احققها، كنت بتتخيلي مع كل يلي حصل لك انه انت اليوم توصلي لهيدي النقطه؟ الحقيقه البدايات ما كانت هينه كثير، يعني في صعوبات بالدراسه، في صعوبات انك تفوتي جاليري، في صعوبات انك تكملي بالحياه ككل، والانسان يعني اذا ما كان في صعوبات حياته مش رح تكون حلوه. التغلب على الصعوبات والاحساس بالانجاز هو اللي بيخليك تحسي بقيمتك اكثر، وهو اللي بيعطيكي هالحماس لتكفي كمان. إيه صار معك كمان حادثه هيك هدى اذا بتخبرينا عنها، انه يمكن هي الحادثه يلي وقعتك، يعني اكلتي صدمه من حدا قال لك كلمه وهي كانت يمكن الفصل؟ خلينا شوفي لخبرك، انا درست بالجامعه وبعد الجامعه بسبب انه الانسان بده يعيش كمان توظفت كمدرسه بمدرستي الاهليه بوادي بوجميل، فهنيك ضيعت 6 سنين يعني علمت، بس الكل اعتبرها ضياع انه انت ما انطلقتي، انت كنتي من المتفوقين بدفعتك وكيف ما انطلقتي. فانا رايحه هيك بنوستالجيا يعني على الجامعه، مثل ماخذتني النوستالجيا لشوف شو عم يعملوا، يمكن كان الله بده يعملها مثل مسبب الاسباب بيقولوا، انه ايه رحت فشافني الاستاذ تبعي قال لي شو عم تعمل؟ قلت له عم علم، قال لي انت انتهيتي كفنانه. هاي الكلمه كانها سكين يعني حسيتها، يمكن زعلت شوي بس بعدين شكرته أكيد. لأنه عيت أنا وين كنت رايحة وكيف رجع هالكلمة صححت المسار. طيب من بعد هالست سنين يلي كنت فيهم أنت هدى عم بتعلمي، العودة لأنك أنت عن جد تخلقي اسمك كفنانة قدي كانت صعبة وقدي حسيت بكذا مطرح بدك تستسلمي؟ ما استسلمت، أنا من النوع اللي ما بيستسلم، رغم كل الصعوبات ضل واقفة وعم قاتل، هيدي طبيعتي ومتفائلة جدا، عندي أحلام والتفاؤل تبعي يعني مش هيك فيك، يعني ببني على بعد نظر، بقدر بعرف أنا كيف يعني ببني أحلامي. شو كان السؤال؟ إنه اليوم إنه من بعد انطلاقة ما صح كانت صعبة انطلاقة، الانطلاقة كيف؟ بعد أنا ما تركت التعليم بسبب هالكلمتين قعدت واشتغلت على حالي، صار محترف في ورشة قائمة بحد ذاتها، رجعت لأيام الجامعة وطلعت بحالي أنا كيف بدي أطلع بأسلوب، فكان العمل على أني أنا لاقي أسلوبي، لأنه من وقتها اكتشفت أنه لازم يكون إلي هوية. أوكي. فكان العمل على هيدا الشيء واشتغلت سنة كاملة بحالها، إلى أن زارتني أستاذتي فاطمة الحاج بوجه لها تحية. اشتغلتي وحدك بمحترف لوحدك، يعني ما اضطريتي انك تلجأ الى اشخاص تتعلمي منهم اكثر؟ لا لا ابدا، انا كنت مثل ما قلت لك بدفعتي من المتفوقين، ولذلك كملت الطريق حسب انا ارائي وحسب انا شو حاسه بدي اعمل. شافت شغلي بعد ما زارتني قالت لي هدى انت بعدك قاعده هون شو عم تعملي؟ قومي يلا على الجاليري. فأخذتني عند مدام أوديل المظلوم بوجه لها كمان تحية بجاليري ألوان من أهم جاليريات لبنان كان، وبلشت مسيرتي أعرض لمدة 4 سنين بجاليري ألوان الكاسليك.
حلو. شو كنت تحسي لما الناس تشوف لوحاتك؟ شو كانوا يقولوا لك؟ قد ايه كنتي فخوره بحالك بالقرار اللي اخذتيه وبهالتغيير الجذري اللي عملتيه بحياتك؟ الحقيقه هو مش تغيير جذري، هو المسار الطبيعي لاحلامي. بس بتعرفي لما واحد بيكون عم بيعلم بحس حاله انه بالكونفورت زون، يعني انه منه موجع راسه، مرتاح، عم بيكون في عنده مدخول شهري، يعني غير ما انت هالقد تخاطري. انا من النوع اللي مش كتير مادي، فما المادي ما رح تشدني لمحل. أنا عارفة هدفي شو كان، فلذلك يعني ما كانت كومفورت زون، بالعكس كنت عم بغلي غالي. كنت كل أسبوع أو كل معاش أقبض ومثلا اشتري ألوان وصمد، بس حس أنه بسبب التعب ما عم بقدر بتطلع فيه وما عم بقدر بشتغل. فما كانت كومفورت زون، كانت حالة غليان قصوى. أوكي، وإجا مين هيك كلمتين مع الشغل المستمر، رجعت صلحت مساري، استاذتي مشتني، يعني مش الحال عالطريق ماشي سكت كمان. قلتي عم تحكي عن الألوان، كنت تشتري ألوان، أنت أصلا بتحبي الألوان من أنت وصغيرة، يعني هل هيدا بيتجلى بكل معارضك هدا الألوان؟ يعني هي دايما الطاغي الأكبر. أنا هيدا شيء بالفطرة، ما بعرف، يعني مثل ما حكيت قبل بغير مقابلات أنه أنا بس روح لأشتري ألوان بنبهر كتير، في حالي غير شكل، بصير بتطلع أي لون وهيدا شو ممكن إمكاناته يعطي إذا خلطته إذا مزا، بصير بحلم أنا وعم بتطلع فيه للون. حتى بهيدا المعرض كمان؟ هيدا المعرض يعني شوية صور نشوفهم. أوكي يلا هلا بحطوا لنا الصور ست هدى. بس كمان بهيدا المعرض في طبيعه لبنان موجوده؟ في طبيعه لبنان، هيدي الارزي اللي انا بحب ركز عليها شوي احكي. هيدي الارزي هي اذا ملاحظه الوانها احمر ازرق، هيدي صح. بتمثل اطياف الشعب اللبناني كله، انا حطيت فروعتها هن كل شعبنا، والابيض اللي فيها هو انا حلمي انه يكون مغطيها السلام. هالطيور المهاجره هي الشعب تبعنا اللي اغلبه اوقات بيهاجر بيمرق فيها، شي بيرجع شي بيروح، يعني الارزي ما انا شغلي بسيطه عندي هون. اوكي هيدي قصة الأرزة. هون أحلامي عن ضياع منسية بالخيال، دايما باخد، أنا بشتغل من الذاكرة من المخيلة. أوكي ما شو بخزن، وعندها قصص بحس، يعني كمان مثل ما عم تقولي إنه كل صورة عندها قصة، كل لوحة عندها قصة. هيدي the dreamer، هيدي الحالم، إنوي على بال أتوال، هيدي شيء من الأدب الفرنسي اللي درسته، بس أنا جيرتها بطريقتي بخيالي. كيف الحالم، الجبال هي وجه حالم بتصير، وهيدي اسمها the red lake، بس هي مش red lake، هي امرأة مستلقة، لكن أنا هيك حسيت بسوريالية فكرية مثلا إنه هيدي امرأة مستلقة ضمن كل المنظومة زومي من الجبال، وهذا falling from the sky هو شعور الخوف احيانا عندي، المخاوف، يعني بخاف واقع من الصورة بس واقع من السماء، بس ان شاء الله ما منوع. لا بالعكس، يمكن هيك هاي الطيور المهاجرة كتير بتعبر عن، يعني هيدا الإحساس إنه الهجرة صعبة كتير، واحد بيعلى عن مكانه وبيعلى عن بالسماء وبتاخده الدنيا. بس الألوان بتعطي حياة وبتعطي روح للوحة، لو قد ما كان معناها يمكن قاسي، ولكن هالألوان وطريقة خلطة ومزجة ووضعها باللوحة بتعطيها حياة، يعني بنشوف الأمل بكل لوحة. الحمد لله، هيدا دليل إنه الداخل بعده سليم، يعني ما دخل بالكآبة اليأس بعدني، يعني حتى هيدا اللي عم يوقع من السماء هالإنسان شو ما كان، بالعكس يمكن أوقات لازم يترك حاله يوقع ليتعلم ويرجع يوقف عن جديد. أكيد يعني. هلأ بالحياة في كتير وقعات، بس وقع عن وقع كتير بتفرق. لا أكيد نحن مش عم نقول الوقع يروح حاله يروح فيها، يعني بس إنه الوقع أوقات ضرورية لنرجع نقلع عن جديد. أكيد يعني. كلنا مرق. إذا بدنا نحكي عن Follow the Dreamer، هو أي متى ببلش اليوم؟ ببلش ب 18 الشهر الأربعاء الجاي، بعد الافتتاح الساعة 6، بيضل للتسعة إذا الله راد. الأربعاء المقبل هو افتتاح هيدا المعرض. نعم. وين الجاليري؟ بكايوس جاليري التباريس السرسو. ولأي متى بيستمر؟
بيستمر بظن للشهر الجاي، لأول شهر الجاي لأوائل شهر تشرين الأول تقريبا. نعم. 10 إذا ماني مغلطة، هلأ شوي أنا والتاريخ. نعم. مش ظابطة بس بفتكر هيك. فإذا فولو ذا دريمر للفنانة التشكيلية هدى بعلبكي ابتداء من الأسبوع المقبل نهار الأربعاء، كل النهار رح يكون العرض، الأبواب الجاليرية مفتوحة من 11 ل 8 عشية، من 11 ل 8 ابتداء من الأسبوع المقبل نهار الأربعاء لغاية عم نشوف على كل حال هلأ البوستر فولو ذا دريمر 100% لا 10 تشرين الأول. أوكي شكرا كثير لك هدى بعلبكي، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك، شكرا.